كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ والعبارة دي عايشة لغاية النهاردة، عمرها كم سنة؟ آلاف السنين، وبقت اختبار تقوى واختبار نجاح. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ أيوب الصديق قال عليه الكتاب رجل كامل مستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر. ده مثال. داود النبي زي ما قلت لكم هو صاحب العبارة الجميلة: جعلت الرب أمامي في كل حين، أنه عن يميني فلا أتزعزع. وفي يوم لما وقف قدام جليات الجبار، وابتدى جليات جايب الأسلحة، وصاحبنا داود الصبي الصغير جايب 5 حصوات ونبلة، وإيه وجه المقارنة ما بين ده وما بين ده؟ ويرد عليه ويقول له: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترسل. داود بيقول لجليات: أنا أأتي إليك باسم رب الجنود. إيه اسم رب الجنود ده؟ فين ده؟ أمسكه إزاي؟ هي المخافة التي في قلب داود. هذه المخافة أعطته شجاعة وقوة. ويمكن أفكركم بحاجة مماثلة زي دانيال النبي. دانيال النبي كان في الأسر في بلاد بعيدة عن بلاده، وشافوه كده طول بعرض، قالوا له تيجي تخدم الملك، بس لازم نأكلك أكل تمام علشان تبقى صحتك تمام. دانيال النبي سأل: الأكل ده أكل إيه؟ قالوا له: الأكل ده من ذبائح الأوثان. قال: إلا دي بقى، ما حطش حاجة في جوفي من ذبائح الأوثان. أما دانيال فوضع في قلبه ألا يتنجس من أطايب الملك ولا من خمر مشروبه. طب هتاكل إيه يا دانيال؟ قال: أكل شوية بقوليات كده خفيفة، وجربوني لمدة 10 أيام. ونجح في الاختبار بعد 10 أيام، لأنه جعل الله أمامه، عاش في المخافة. لو كل إنسان عاش في المخافة، المجتمعات كلها تنصلح. لو كل إنسان حط مخافة ربنا قدامه، تهيأ لي السجون هتقفل، مش هيبقى في سجون، مش هيبقى في علاقات متوترة، حتى القضايا اللي مرفوعة في المحاكم هتقل جدا جدا جدا، لو كل إنسان وضع في قلبه إنه يكون عايش بهذه المخافة. في العهد الجديد بنقابل واحد اسمه كرنيليوس، قائد 100 روماني وثني، لكن الكتاب يقول عليه صفات حلوة قوي، ويقول: كان تقي خائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب، ويصلي إلى الله كل حين. وفي الآخر بطرس الرسول يقول بالحق: أنا أجد أن الله لا يقبل بالوجوه، بل في كل أمة الذي يتقي يصنع البر ومقبول عنده. وفي النهاية كرنيليوس اتعمد وصار إنسانا مسيحيا، مخافة ربنا في قلبه. عشان كده طبعا الأمثلة كتيرة، لكن عشان كده خد بالك بقى من عبارة الصلاة: سهل لنا طريق التقوى، طريق الحياة الفاضلة. سهل لنا يا رب الطريق. بس العبارة دي كمان بتتقال لكل واحد في مسؤولية.